حفظتك بعافيه يا ام، بركه انك بخير. بقول لك ايه يا دنايا، انا عايزاك تعدي على اخواتك وتشوفيهم، نفسي اشوفهم انا يا زينب. حبيبتي يا ام، وهي راويه ما بتشوفهمش ولا ايه؟ يغ العربيه اللي عماله تزمر دي تبعكم ولا ايه؟ ايوه يا ام، دي العربيه اللي هتوصلنا للملجا. والملجا ده اسمه ايه؟ اسمه ملجا الايتام يا خالتي. يتيمه يا دنايا. ايوه يا خالتي، بس انا مش متضايقه، زينب معايا. ارحم بدل ما يكون لك اب ويتمك. ما تزعليش مني يا زين. انت ذنبك ايه بس يا ام؟ الذنب ذنب ابوك، هو اللي يتمك يا دنايا. ولا ابويا له ذنب يا ام، الدنيا دست عليه فداس علينا، بس الحمد لله ربنا سترها. سترها معايا قوي يا ام، الحمد لله. بقول لك ايه، الحاجات اللي انا اديتها لك شايلها معاكي؟ ايوه يا ام. ياه لو تعرفي يا ام، بحس براحه قد ايه وهي معايا. ربنا يخليكي ليا يا غاليه. يا حبيبتي يا بنتي، ان شاء الله اشوفك في الجنه يا ام، هشوفك في الجنه يا ام. اول مره في حياتي شوفي في حياتي اعمل زياره لحد، وحد يضيفني ويعمل لي شاي، واول مره اقول لحد يا خالتي، واول مره احس ان بنتي ناس وليا ناس ازورهم ويزورون. انا ما عنديش ناس خالص ازورهم ولا يزورون. وحتى لو في، هيزورونا فين بقى؟ في الشارع ولا في الملجا ولا في الاحداث؟ يا اختي ما تغمنيش كده وانا مبسوطه، احنا نبقى نجيلها كل عيد، ايه رايك؟ لو يتم جملهم ويوديني عند اخواتي. زوزو هو ابوكي ده كان بيشتغل ايه؟ اشمعنى؟ اصل اول مره الاقيكي بتدافع عني. ابويا ده غلبان قوي ان يرميكوا في الشوارع. لو انا معايا سكينه تلمى وما بتعورش، ورحت سنها جامد قوي لحد ما بقت حاميه ودبحتك بيها، هبقى انا اللي دبحتك ولا السكينه؟ تبقى انت اللي دبحتيني. ابوكي بقى السكينه اللي كانت دبحتكو، طب مين بقى اللي سنها عشان تدبحكو؟ ده موضوع قديم قوي يا اختي، احكي ده المشوار باين عليه طويل قوي. عايزه تعرفي ايه؟ هو ابوكي ده كان بيشتغل ايه؟ ابويا كان غفير في مصر. وبعدين كل يوم امي كانت تعمل له اكل، وانا اللي كنت بروح له. كنت ببقى طايره من السعاده وانا رايحه، كان عندي احساس انه صاحب المصنع، وكنت دايما اقول لصاحباتي في المدرسه ان ابويا صاحب مصنع. وكنت يا اختي قايله في نفسي طالما هو بيحرسه يبقى اكيد بتاعه. ما كنتش فاهمه بقى ان الوظيفه دي اللي بياكل منها عايش تكون سبب في قطع عيشه وسبب في نزول انا اني اشحت في الشارع. وفي يوم وانا قاعده على الدكه لقيت راجل واقف بيتكلم معايا. بص يا حسين، الشركه دلوقتي اتباعت والحكومه بتبيع ممتلكاتها بتخصخصها، ورئيس مجلس الإدارة الجديد عاوز يجيب شركة أمن. حرام عليكم، ده أنا بصرف على عيلتين وأمهم حامل، ده أنا بقالي 13 سنة هنا بخدم، وأنا قصرت في حاجة؟ أنت ما قصرتش في حاجة، ربنا يوفقك. مالك فين؟ كانوا بيقدروني يا بنتي، كانوا بيقولوا لي مش هنمشيك من المصنع لانك خدمت فيه 13 سنه وشلته على كتافك. كانوا بيقدروني قوي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. من ساعتها وانا بشحت في الشوارع، والبت راوي اختي متلطمه عند الكوافيرات، وابويا قاعد ليل نهار على القهوه بيشيش ويحشش ويبرشل، ومفيش شغلانه بيكمل فيها. وامي بقى كفايه يا اختي. مش انت اللي سالتيني؟ ايوه سالت واتغميت واتقهرت. يعني كان بكيفي؟ معلش يا زينب، معلش. معلش معلش ايه ولا ايه؟ معلش ايه، دخلت السجن وانا بريء، وراح الملجا وانا مش يتيم، قولي لي معلش. معلش على ايه ولا ايه ولا ايه بقى؟